حقوق الشباب وواجباتهم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن مرحلة الشباب من أهم مراحل عمر الإنسان، فهي مرحلة القوة البدنية والنضج والحيوية والنشاط والعطاء والأمل الواسع والانفتاح على الحياة. ولا شك أن الشباب هم عماد الأمة وقلبها النابض وساعدها القوي، ولا ينكر أحد دورهم المهم في بناء الأوطان وفي نهضة الأمم ورقيها. ولقد عبر القرآن الكريم عن مرحلة الشباب بأنها مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لذا كانت النبوة والرسالة في سن الشباب. قال تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن سيدنا موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام واجه عبدة الأصنام وهو في سن الشباب. قال تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كما أشار القرآن الكريم إلى فطنة وذكاء سيدنا سليمان عليه السلام وهو في مرحلة الشباب، فقال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا نبي الله موسى عليه السلام في ريعان شبابه وقوته وأمانته التي دفعت ابنة الرجل الصالح إلى التعبير عن ذلك، كما حكى القرآن الكريم على لسانها في قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وخاطب سبحانه سيدنا يحيى عليه السلام ليقوم بأمانة العلم وتحمل عبء الدعوة في قوة وعزم الشباب. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال تعالى واصفا فتية الكهف المؤمنين: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كما بين الحق سبحانه وتعالى أن الشباب والقوة والعلم من مؤهلات القيادة وتحمل المسؤولية، حيث يقول سبحانه: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولأهمية هذه الفترة من عمر الإنسان، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سوف يسأل العبد عنها سؤالا خاصا يوم القيامة،
حتى يجتهد الإنسان في الاستفادة منها واغتنامها فيما يعود نفعه عليه وعلى الناس جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ولقد اهتم الإسلام بالشباب اهتماما كبيرا، وجعل لهم حقوقا وعليهم واجبات، فلهم حق التعليم والتوجيه وحسن الإعداد. ولقد حكى القرآن الكريم ما كان من لقمان الحكيم مع ابنه، حيث غرس فيه الجوانب الدينية وحثه على الإصلاح والعطاء والتحلي بالقيم الأخلاقية. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بهم اهتماما بالغا، ويحرص على تأهيلهم وإعدادهم، ويغرس في قلوبهم وعقولهم مبادئ الدين العظيمة وحب العلم والتميز. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبعد التعليم الجيد والتدريب المتقن يأتي حق الشباب في التمكين والدفع بهم، كل حسب علمه وقدراته وكفاءته في مواقع العمل أو القيادة والمسؤولية. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وظف طاقات الشباب المختلفة ودفع بهم لخوض معتركات الحياة. فقد استأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته شابا لم يتجاوز 20 من عمره، هو الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، الذي كان بيته مقرا آمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في بداية الدعوة الإسلامية. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما على جيش المسلمين، وعمره آنذاك لم يتجاوز 18 عاما. وهذا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي كان عمره 11 عاما عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، ويعمل مترجما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وإلى لغة اليهود. وعن ذلك يقول سيدنا زيد رضي الله عنه: فتعلمت له كتابهم
ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إلي، وأجيب عنه إذا كتب. هذا إلى جانب تعلمه السريانية والفارسية والحبشية والرومية وغيرها. ثم كان له بعد تراكم هذه الخبرات الكبيرة دوره العظيم في جمع القرآن الكريم، فقد قال له سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فقام سيدنا زيد رضي الله عنه بهذه المهمة الثقيلة الجليلة على خير ما يكون القيام. هذا إلى جانب كونه رضي الله عنه علما في علم المواريث والقراءات وكافة العلوم الشرعية التي أهلته أن يكون مفتيا وقاضيا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وعمره لم يتجاوز 30 عاما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو لمجلسه الشباب إلى جانب الشيوخ ويستشيرهم في كل الأمور، ويقول: لا يمنع أحدا منكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن ولا قدمه، ولكن الله يضعه حيث شاء. فكان في مجلسه شباب وفي مقدمتهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، الذي قال عنه عمر رضي الله تعالى عنه: إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. ولم يكن الأمر قاصرا على الشباب من الرجال، وإنما كان للنساء الشابات دورهن الذي لا ينكر في صنع الحضارة الإسلامية، فكان لهن دورهن في السلم والحرب. منهن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ودورها البارز في الهجرة النبوية، حيث كانت تقوم بالإمداد من الطعام والشراب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها رضي الله عنه في رحلة الهجرة المشرفة، بل كان لهن دورهن في أشد الأوقات وأصعبها، ففي ساحات المعارك كن يسقين الجند ويسعفن المصابين. ومن ذلك ما كان منهن يوم أحد، يقول أنس رضي الله عنه: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم تنقلان القرب على متونهما، أي ظهورهما، ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إن واجبات الشباب كثيرة، أولها تحصين أنفسهم بالعلم والثقافة والمزيد من التعلم المستمر، فالعلم في تطور وتقدم كل لحظة، ولا بد لشبابنا من مواكبة التطورات والأحداث ومراعاة متطلبات سوق العمل واحتياجات الوطن، وذلك بالاستزادة من البرامج والدورات التدريبية والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات. وإن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء من أمور الدنيا إلا من العلم، حيث يقول سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ثانيها الحرص على الإفادة من الخبرات والحذر من الغرور، فينبغي للشباب
أن يستفيدوا من حكمة وخبرة من سبقوهم من ذوي الخبرة. فالعلاقة بين الأجيال المتعاقبة ليست علاقة إقصاء ولا صراع، إنما هي علاقة تكامل وتناصح. وليحذر شبابنا الغرور الذي يهدم ولا يبني ويهلك صاحبه، حيث يقول الحق سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. ثالثها تجديد النية لخدمة الدين والوطن. فالإنسان مأجور بقدر إخلاصه في عمله وصدق نيته. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رابعها اغتنام الفرصة ببذل المزيد من الجهد، وإدراك أن الطريق طويل والأمانة ثقيلة. ذلك أننا نعيش في مجتمع يتحرك بسرعة عالية، ولا مكان فيه لغير المجدين والمتفانين في أعمالهم وفي تنفيذ المهام المسندة إليهم. فلكي نحقق طموحاتنا ونصل للمكانة التي نرجوها لأنفسنا ووطننا، لا بد أن نبذل أقصى الطاقة والجهد والوسع في أعمالنا. خامسها رد الجميل للوطن الذي ربى وعلم ومكن. فللوطن حق على أبنائه الذين عاشوا على ترابه وتربوا في خيراته، ولهم فيه ذكرياتهم وتاريخهم. وليكن زادنا الإصرار والعزيمة، وسلاحنا العلم والإبداع، وشعارنا الانتماء والعطاء، خدمة لهذا الوطن ودفاعا عن ترابه. ولله در شوقي حين قال: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ويقول حافظ إبراهيم: رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر. رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا. عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العلم فالروض مقفر. قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر. اللهم بارك لنا في شبابنا واحفظهم من كل سوء، ووفقهم للبناء والتعمير، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين.